السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا يدري كم ظل نائما، ولعله لا يهمه ان يعرف. سمع من يقول ان الحافلة وصلت المحطة الطرقية لبن قردان، وتلك وجهته. لم يكن يحمل معه سوى حقيبة صغيرة دس بها ملابس داخلية وسروالا وقميصا. الجو حار، نحن في غشت من العام 10 و2000، الوقت فجر، ومع ذلك فإن الجو يوحي بيوم شديد الحرارة. ليس في الأمر ما يستغربه هذا الشاب الآتي من القصرين. نزل المسافرون تباعا، وسريعا اختفوا تقلهم سيارات أجرة. قلة منهم لم يتعجلوا، وكان أحدهم. كانت المرة الأولى التي يأتي فيها منير بن خميس إلى بن قردان. لم يخبر أحدا برحيله عن القصرين، ولم يكن لديه في الظاهر على الأقل ما يحمله على ترك المدينة التي استقر بها قبل 5 أعوام، بعد أن وجد عملا في مقهى بشارع الطيب المهيري. ارتباطه بالقصرين هو الآتي من بولعابة، حيث ترك عائلته التي تشتغل بالفلاحة، نفس ارتباطه بعلاقة حب مع أسية التي تصغره ب4 سنين. أحبها وأحبته، ثم إنهما تزوجا قبل 2 عامين، وكان هو في 24، بينما هي في مستهل ربيعها 20. كان زواجهما مثار جدال في عائلتيهما، عائلة بن خميس وهي عائلة مزارعين، كانت ترى أن الأصلح لابنها أن يتزوج فلاحة تشبهه نسبا وبيئة ويعود إلى بولعابة. وكانت عائلة أسية، عائلة البرهوم، ترى أن زواج أسية من ذلك الشاب القروي منير بن خميس لا مآل له إلا الفشل. عبثا نبه عبد المقصود البرهوم والد أسية إلى الفوارق الكثيرة بين ابنته، ابنة موظف في مصلحة البريد ووسيلة القابلة المعروفة، وذلك الشاب ابن عائلة فلاحة تتعاطى الزراعة المعيشية. ثم إن مساره الدراسي توقف عند السنة الأولى من التعليم الإعدادي. لم تعر أسية اهتماما لما يراه والداها، كما لم يصغ منير إلى ما قاله والده وأيده فيه عمه أحمد. وأمام إصرارهما رضخت العائلتان، وأقيم حفل زفاف غاب عنه الفرح. وسريعا بدأت تطفو على السطح متاعب الزوجين الشابين. الأجر الذي يحصل عليه منير من عمله في المقهى لا يكفي لتوفير الكثير من الضروريات. فكرت أسية في البحث عن عمل، ولكنه نهرها بقوة لما طرحت الفكرة، ولم يكن قد أبان من قبل عن غضب بتلك الحدة. كانت الصعوبات تتراكم، ولذلك اختارت أسية أن تؤجل كل إنجاب. لم تخبره بقرارها ذاك، وكان الرجل القروي الكامن بداخله يستعجل الخلف، ويحلم أن يراها حاملا أو أن تأتيه يوما ببشارة. ويؤجج لديه تلك الرغبة الجامحة أن والدته تسأله وتلح في السؤال عن الحمل المنتظر كلما زارها، بل إنه لمس من عائلته تلميحا إلى أن أسي عاقر، وأن عليه أن يتخذ قرارا وأن يحسم أمره. خرج منير من الباب الكبير للمحطة الطرقية. ضوء الشمس يملأ الأفق ولو لم يظهر قرصها بعد. كل ما يعرفه عن بن قردان أنها معبر حدودي، بعده ليبيا، وأن التهريب عماد الاقتصاد، بل كل شيء في هذه المدينة. ما يهمه أن يجتاز الحدود بأسرع ما يمكن. ما لديه من مال 10 دنانير لن يكفيه لاستئجار غرفة في فندق أو أن يجلس إلى مائدة في مطعم. عليه أن يتدبر أموره بشكل مختلف. يوم جديد يبدأ، ومعه يظن منير أن مرحلة جديدة من عمره ستبدأ. وهو يمشي بلا هدف معلوم، تذكر الذي حدث بالأمس عصرا. لقد قتل أسية. نظر إلى ظاهر كفه فرأى الخدوش التي به، إنها تؤكد أنه قتلها حقا. تملكه إحساس غريب، أحس بحاجة إلى البكاء، ندما أو فرحا لا يدري.
ثم إنه سأل نفسه عما إذا كان قتله أسية كان خياره الوحيد. ألم يكتشف أنها ترفض أن تحمل منه وأنها تتناول دون علمه ولا اتفاق معه حبوب منع الحمل؟ وهو يمشي تذكر وجهها الذي احمر وهو يخنقها، تذكر عينيها الجاحظتين تنظران إليه استجداء واستعطافا قبل أن تغمضهما، تذكر كيف قام جسدها الرشيق بحركات أخيرة سكن بعدها. لقد ماتت، وأن خبر موتها سيشيع قبل مغيب شمس اليوم. قال لنفسه إنه صار الآن بعيدا وسيبتعد أكثر. انتبه إلى أنه صار بمحاذاة سوق ليبيا، عدة سيارات من ماركات فرنسية قديمة تصطف على طول الرصيف، هي سيارات تسخر في نقل البضائع المهربة من ليبيا. لم تكن أبواب السوق قد فتحت بعد، وقف عندها بضعة أشخاص تحاشى إطالة النظر إليهم. عليه أن يستكشف هذا الفضاء. في عمله في المقهى في القصرين كان كثيرا ما يسمع عن نشاط التهريب الذي تعرفه بن قردان، وأنه لا يقتصر على البضائع بل يتسع مجاله لتهريب البشر ونقلهم إلى ما وراء الحدود. وبدا لمنير بن خميس أن يركز كل جهده على الاتصال بمن يمكنه من دخول الأراضي الليبية. في القصرين دب الخوف في عائلة البرهوم. كان الوقت ضحى ذاك الأحد الثامن من غشت من العام 10 و2000. ذهبت وسيلة إلى بيت ابنتها أسية للإطمئنان عليها، إذ لم تكن قد رأتها منذ أسبوعين، وكانت قد اعتادت أن تطرق بابها من وقت لآخر. قرعت جرس الباب مرة ثم أخرى ثم مرات ولم يأتها جواب. تعلم وسيلة أن منير زوج ابنتها يخرج باكرا للالتحاق بعمله هناك في ذلك المقهى بشارع الطيب المهيري. اتصلت بزوجها وأبلغته بأنها قلقة لأن أسية لا ترد. أبلغها بأنه سيلتحق بها. اقتعدت عتبة المنزل وظلت مطرقة، ولما وصل زوجها ضغط على زر جرس الباب كما فعلت هي من قبل. كان رنينه مسموعا ولكن لا من مجيب. ولما يأس قرر أن يبلغ الشرطة، وكذلك تم اقتحام المنزل. مضت أمها إلى غرفة النوم وكانت أول من اكتشف الجسم النحيف الممدد على الفراش. الصرخة التي أطلقتها جعلت رجلي الشرطة اللذين فتحا الباب يقبلان إلى غرفة النوم. جس أحدهما نبضها ثم إنه قال بنبرة من اكتشف شيئا ثمينا إنها حية. كانت أمها منهارة في الصالون. لم تتأخر سيارة إسعاف في الوصول وحملت أسية إلى المستشفى الجهوي. ستمضي هناك عدة أيام قبل أن تستعيد عافيتها. فتحت الشرطة بحثا قضائيا واستمعت إلى أسية التي باحت بما حدث. قالت إن منير انقلب مجرما لما اكتشف أنها لا ترغب في الإنجاب ما لم تستقر أوضاعهما المادية، وإنه خنقها بكل ما أوتي من قوة ولم يتركها إلا بعد أن أيقن أنها أسلمت الروح. صار منير بن خميس مبحوثا عنه للاشتباه في محاولته قتل زوجته أسية بنت عبد المقصود البرهوم. بعد أيام عممت صورته على كل مراكز الشرطة. قد يكون خطر ببال منير أن البحث عنه قد بدأ، ولعله ظن أن أسية ووريت الثرى وصار لها قبر يحمل اسمها. كان الأسبوع الثاني في بن قردان يوشك على نهايته لما تسنى له أن يلتقي بمن سيحمله إلى ليبيا. تعرف إليه في مقهى كان يمضي إليه كلما أعياه التجوال، وقد عمل حمالا ينزل البضائع من المركبات التي تأتي بها من ليبيا. وكان عمله الشاق ذاك ما أتاح له اللقاء بهذا الذي يعده بإدخاله إلى ليبيا. لم يكن لدى منير ما يكفيه لدفع المقابل، وكان الاتفاق على أن يعمل لحساب شبكة للتهريب 3 أشهر لا يحصل خلالها على أجر. لم يكن له أن يرفض العرض. وذات ليلة من أواخر غشت كان من بين ركاب واحدة من تلك العربات القديمة فرنسية الصنع.
في لحظة ما سمع من يتحدث همسا عن راس جدير، ورأى رجلا ببذلة لها أزرار معدنية يتقدم ويتلقى شيئا من السائق. سيعلم لاحقا أن العابرين إلى ليبيا من المهربين كانوا كثيرا ما يدفعون رشاوى في نقطتي الحدود التونسية كما الليبية. لما انبلج الصبح اكتشف أن السيارة تتبع طريقا جانباه خلاء. بعد وقت لم يطل انحلى عليه الذي دبر عبوره إلى ليبيا وقال له: نحن داخلون إلى زلطن وهناك سيكون المستقر. ثم ابتسم في وجهه ابتسامة كشفت عن أسنان نال منها التسوس. سلكت السيارة القديمة طرقا تخترق البلدة، ثم بعيد اجتيازها مسجدا دخلت زقاقا وتوقفت. نزل السائق، وقف بمحاذاة السيارة وتمطى طويلا، ثم نزل الرجال الذين كانوا على متن السيارة وقال بعضهم لبعض: حمدا لله على السلامة. تقدم السائق إلى باب حديدي يذكر ما بقي به من صباغة أن لونه كان أخضر. دخل الجميع، وقيل لمنير إن عليه ألا يبرح المنزل ما لم يطلب منه ذلك. اقترب منه أكثر ذاك الذي دبر عبوره وأفهمه أن مهمته أن يتولى حراسة ما سينزل بالبيت من بضائع، وأنه لا يحق له فتح العلب ولا الأكياس. حدث نفسه أن هذه الجماعة لا تهرب الملابس والأطعمة، بل إن نشاطها يتسع لمواد خطيرة قد تكون مخدرات أو أسلحة. لم يحاول خداع نفسه، يعلم أن كل مخالفة يضبط بها قد تكلفه حياته. استلقى الرجال على بسط أرسلت على أرضية الغرف الثلاث التي يضمها الطابق الأرضي، بينما ارتقى السلم الذي دبر دخوله إلى ليبيا ومعه السائق. استرسل منير هو أيضا على بساط ولم يلبث أن نام. رأى أسية زوجته التي خنقها وظن أنها ماتت، رأى عينيها الجاحظتين وسمع أنفاسها التي خفتت، ثم رأى في المنام سيارات الشرطة تلاحقه وأمه تبكيه، ورأى أباه المزارع البسيط ممسكا رأسه بين كفيه، وجاءه صوت لم يسمع مثله قط يقول له إنه سيعدم. هب فزعا، جبينه يتصبب عرقا، نظر من حوله فرأى الرجال الثلاثة غارقين في النوم. كان أحدهم يغط ويخرج أصواتا غريبة. نهض ومشى إلى نافذة تكاد تكون في زاوية الغرفة. من وراء شباك حديدي صدئ واجهة منزل كل نوافذه مقفلة، لا شيء آخر يظهر. في ذلك البيت أمضى ثلاثة أشهر، وقد ذكر الذي مكنه من الدخول إلى ليبيا بأن الأشهر الثلاثة المتفق عليها قد انقضت، وأن عليه أن يدفع له أجره إن رغب في البقاء في الخدمة، وقد طمأنه بأنه سيتوصل بأجره كما تم الاتفاق على ذلك. كانت الفترة التي أمضاها في ذلك البيت قد مكنته من نسج بوادر علاقات مع رجال كانوا يأتون بالبضائع التي تخزن هناك إلى أن يتم تهريبها إلى بنجردان. وكان من بين هؤلاء من حدثه ذات مرة عن نيته الهجرة سرا إلى إيطاليا. علم منه أنه يستطيع التوسط له لدى رجل يتولى تنظيم الرحلات البحرية إلى لامبيدوزا في إيطاليا لقاء $2,000. لم يكن يتوفر على المبلغ، ولكن فكرة الإبحار إلى أبعد سكنته وصارت تلح عليه وتدفعه إلى البحث عن مصدر يوفر له ما يدفع به ثمن الإبحار إلى لامبيدوزا. كان اسم تلك الجزيرة الإيطالية الصغيرة يرن في ذهنه رنين الذهب، يحلم بحياة جديدة، أن يركب البحر إلى حيث لا يدركه كابوس قتل أسية. صار حلمه ذاك أقوى من كل عهد قطعه للذي جاء به إلى زلطن. ذات مساء بعد أن جاء ببضاعة جديدة أكياسا وصناديق من ورق مقوى، بعد أن انصرف الحمالون قرر أن يفتح صندوقا وكيسا وينظر ما بداخلهما.
في الكيس ملابس تشبه الملابس العسكرية، لم يكن بها ما يغريه، فعجل بإغلاق الكيس وإعادته إلى مكانه. فتح الصندوق بعناية حتى لا يبدو عليه أثر الفتح. هنا كانت مفاجأته كبيرة، في الكيس بندقية أرعبه اكتشافها، لم يسبق له أن أمسك بواحدة من قبل. جلس ينظر إلى الصندوق المفتوح، ثم إنه التمع بذهنه سؤال: لما لا يجعلها ثمنا للإبحار إلى لامبيدوزا؟ حمل الصندوق وأخفاه بين أغراض له في تلك الغرفة الصغيرة التي صارت الآن غرفته. وفي الغد التقى الذي قال إنه قادر على التوسط له لدى أحد منظمي رحلات الهجرة السرية، قال له إنه جاهز للقاء بالرجل، وبتلقائية نظم له صاحبه ذاك اللقاء. كان رجلا قصير القامة به بعض من بدانة. سريعا اكتشف منير أنه تونسي هاجر قبل عقود إلى ليبيا، ذلك ما قاله له، ولعل منير تظاهر بأنه يصدقه، ما يهمه أن يتفق. سأله عن الثمن فقال له إنه يطلب 3,000 دولار. لا مجال للتعامل بالعملة الليبية أو التونسية. صمت منير قليلا ثم عرض على الرجل قصير القامة أن يعطيه بندقية رشاشة جديدة لم تستعمل. اتسعت عينا الرجل وهو يسمع عرض منير فقد باغته، ثم إنه حاول التظاهر بأنه لا يرى في العرض ما يغري. صمت قليلا ثم قال إنه يريد أن يرى البندقية. لم يكن لمنير أن يصحبه معه إلى المنزل، تواعد على اللقاء بعد ساعتين. حمل منير البندقية بعد أن وضعها في كيس لماركة من الرز معروفة، تفادى اللقاء بأي كان وهو في الطريق إلى الرجل القصير. لما أظهر جزءا من البندقية لم يتمالك قصير القامة نفسه، أمسك بها وأخرجها من الكيس، ثم لعله تفطن إلى خطورة ما قام به فأسرع بإعادتها. نظر في عيني منير وبلا مقدمات قال له إنه يقبل أن يحمله على قاربه إلى البر الإيطالي. كان موعد الرحلة بعد 10 أيام. كان اليوم منها يمر بطيئا، كذلك خيل إليه. وفي الليلة الأخيرة له في ذلك المنزل في زلطن استيقظ أكثر من مرة فزعا، رأى زوجته أسية، ورأى الشرطة تمسك به، وأحس حبل المشنقة حول رقبته، ورأى الجماعة التي يعمل لحسابها تحاكمه لأنه خان وتقضي بذبحه وإلقاء جثته في البحر. كان موعده مع الرجل القصير في 4 عصرا ليقوده إلى حيث القارب. لما وصل فوجئ بتلك الأعداد الكبيرة من المرشحين للإبحار. طمأنه الرجل قصير القامة بأنه اتخذ كل الاحتياطات حتى تمر الرحلة بسلام. لما أسدل الليل سطره على الشاطئ اقتيد المرشحون للهجرة مجموعات إلى القارب الذي لم يكن يظهر منه إلا ملامح هيكله الخشبي وكأنه ظل قارب. لما اكتمل وصول المبحرين وأغلبهم من أفارقة ما جنوب الساحل سمع صوت المحرك، ذكره بصوت مضخة الري في مزرعة عائلته في بولعابة. أحس الراكبون بالقارب يتحرك إلى أفق مظلم، كلهم صامتون. لما توغل القارب أبعد عن الشاطئ أحسوا بموج عال يتقاذفه، وبعد نصف ساعة انقلب القارب وتفرق الذين كانوا على متنه. سمعت أصوات تستغيث وأصوات تنطق الشهادتين وأخرى تنادي على أمهاتها. يومين بعد ذلك عرف غرق القارب، وقالت الأخبار إن 35 ممن كانوا مبحرين ابتلعهم البحر. مرت على تلك الحادثة 4 أيام لما اكتشفت أولى الجثث قبالة جرجيس. لتحديد هوية الجثث كانت ترفع بصماتها، تبين أن واحدة من تلك الجثث التي بدأ ينالها التحلل هي جثة منير بن خميس. بعد فترة
أدرجت الوثائق التي تثبت موته غرقا في ملف المتابعة القضائية التي كانت مفتوحة ضده بتهمة محاولة قتل زوجته أسية، ثم أغلق الملف.